هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي. هنبتدي ب10,000 جنيه. ايه ده؟ المجلة بتاعت العيال دي ب10,000 جنيه؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم 11,000 جنيه. 11,000 جنيه عند فريدة هانم. مين يزود؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم. خلاص يا سيف، عرفنا انك شطور وقلتلنا. 11,500 جنيه. 11,500 عند الأستاذة؟ أهو، مش قلتلكم؟ يا عم عرفنا إنك قلتلنا، نعمل إيه بقى؟ نتكل على الله، يلا نمشي. نتكل إيه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد إزاي؟ معناش فلوس يا بنتي. بتقولك 11,500 جنيه. 12,000 جنيه. 12,000 جنيه عند فريدة يعني. طب بقولكوا إيه؟ يلا نقوم نروح بدل ما اتنقت. يلا. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20,000 جنيه. ايه، هتجيبهم منين؟ مش مشكلة، هبيع البوتاجاز والغسالة والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20,000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاة على النبي عامل كام؟ ده عامل 1,200 جنيه. ما يمشيش ب500 عشاني؟ لا بص، ساعة الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت هادي يعني؟ وانت هتشتريه؟ اسكت. 20,000 جنيه. الهونا الادوي. 20,500 جنيه. 20,500 عند فريدة هانم. يا جماعة، فريدة هانم دي لقطة، أنا لازم أبيع لها أي حاجة. أنا هروح أديها الشال ده ولا ده بتاع الكبير قوي. 30,000 جنيه. مش مشكلة، هبيع الجزامة. إيه يا سيف، الناس كلها بتعلي بال500، أنت بتنط بال10,000 على طول؟ أصل أنا أول مرة أحضر مزاد والجو عجبني بصراحة، وأنا ما بحبش حد يعلي عليا. 30,000 جنيه عند الكابتن. 30,100 جنيه. 30,100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30,120 جنيه. 30,121 جنيه. 30,121 ونص. 30,121 جنيه و75 قرش. و80 قرش. ده احنا معانا فضه كتير قوي. 30,125 جنيه. 75,000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟ مش مشكلة، هو اللي غزني ووترني، هبقى بيع العربية. 75,000 جنيه عند الكابتن؟ 75,000 جنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعة، يعني احنا أقل حاجة هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يلا. 75,500 جنيه. 75,500. 75,500. مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن انا مالي اصلا، هو جد انا ولا جدك انت؟ الاونا الادوي. 180,000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150,000 جنيه. 150,000 جنيه عند الفنان احمد فهمي. 150,000 جنيه. الاونا الادوي على تري. مبروك يا فنان. أنا دايما بقول إن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايما في أفلامي بهتم بتتر البداية وتتر النهاية. اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال، أي حاجة بنحشي لحد ما نوصل لنهاية الفيلم. نفسي افهم ليه يشتري مجلة بكمية الفلوس دي. يكونش يا جماعة احمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يا هبل، انت قريبنا ايه؟ طبعا مش قريبنا. الثقة دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفة من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه، وهناخد منه العدد ازاي؟ سيبوا الموضوع ده علي انا. لا، موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص، الا لو حد قال. استاذ احمد، استاذ احمد معلش معلش، ثانية واحدة بس من وقتك، ثانية واحدة. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك، انا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان. وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول لي الشحات، انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك، فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هدوا لكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش، احنا كده كده على الهوا يعني، مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران رحت خساره من القناه 9 السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها.
ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجلة ميكي؟ لا هي الحقيقة المجلة دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا، اعتقد ان دي احلى هدية اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رأيي كنت ممكن تديله ال 150 الف جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجلة دي. لا لا لا، هي الفكرة مش في الفلوس، يعني القيمة مش في الفلوس، القيمة في المجلة ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجلة ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجلة ميكي من ميكي نفسه الشجاعة، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابة القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجلة ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مالي الشغل. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد، وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصرني. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ، او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا في سيتي ستارز يا في جالكسي حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهم وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما تكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح وهتتكلمي. ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص، هتتكلم امتى اكون انا موت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة، انا معرفش هما فين. ما انا لو هعرف هقول، هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي، كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي منهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. هات يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكه في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا، تارد ضرب الله يخرب بيوتكو اي موتوني. الحقيقة يا شريان خبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الرحاني. اسمعك اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده كده هقبض عليك. روقوها. طب يا سعاده الباشا هو كله ضرب ضرب، امال فرج فين؟ انت عايزه فرج؟ اه. طب مفيش فرج. يلا خدوها. ونبي يا سعاده الباشا ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه.